تلقيت الخبر ديال تجهيز او تهيئ الشوارع ديال مدينه طنجه بالولوجيات الخاصه بالمكوفين والاشخاص وضعيه الاعاقه بواحد النوع من السرور والفرحه، ونتمنوا من الله ان هذه الولوجيات ما تغطيش غير الاماكن الحيويه في المدينه، بل تغطي جميع المناطق خصوصا البنيه التحتيه من قبيل المرافق العموميه والبنيه التحتيه من قبيل الولوج الى الادارات العموميه، الابناك، الولوج الى المكتبات بحال احمد بوكماخ، الولوج الى المستشفيات وديك الشيء، وكذلك الاماكن الترفيهيه. يعني نتمنى من الله ان هذه الولوجيات ما تغطيش غير المدارات النموذجيه ولا الاماكن اللي مشهوره في المدينه بحال مثلا ساحه المدينه ولا ساحه الامم ولا اي بلاصه اخرى، بل تغطي جميع الشوارع اللي كاينه في مدينه طنجه. يهمني بالفعل كثيرا تواجد او البرنامج مدينه طنجه لتفعيل الولوجيات البنية التحتية. هذه الولوجيات هي في وسط المدينة وبعض الأحياء المهمة كالحي الإداري وكذا، وإن كنا نريد تعميمها على جميع المدينة، ولكن بالفعل هي خطوة إيجابية جدا من أجل إعطاء الفرصة في الحياة لهذه الفئة من الناس لكي تمارس حياتها بطريقة نوعا ما مقبولة. على المستوى الوسط المدينة يشكل إضافة نوعية في للأشخاص في ذوي الإعاقة للتمتع بحقوقهم، باعتبار أن الولوجيات هي المدخل الأساسي للتمتع بجميع الحقوق. ونتمنى على إثر هذه المبادرة اللي جات من الوزارة وصندوق البنك الدولي اللي هو شريك بالتعميم هذه التجربة على باقي المدينة، نتطلع في افق المستقبل، لان طنجه مقبله على تنظيم كاس العالم وكاس ديال افريقيا، فبالتالي تكون مدينه ولوجه، مدينه متصالحه مع الجميع، لان هذه الولوجيات كيقلوا وكيضمنوا استقلاليه ديال الاشخاص ذوي الاعاقه. هذا المشروع هذا اللي كيتعتبر ورش اجتماعي محض اللي كتوليه الجماعه واحد الاهميه قصوى، سواء تعلق الامر بهذا المشروع هذا ولا مشاريع اخرى، باعتبار ان البعد الاجتماعي والاهتمام بفئات ذوي الاحتياجات الخاصه هي من بين الاولويات اللي كتاخذها الجماعه على العاتق ديالها من اجل تحقيق مدينه ولوجه، من اجل مدينه تسع الجميع. الغلاف الاجمالي المخصص لهذا المشروع هو 3 مليون ديال الدرهم. كاين واحد الجزء اللي هو مخصص منها للدراسات، كيف ما قلنا التحديد ديال المواقع كان تحدد من طرف هذه اللجنه، هو كيشمل شوارع رئيسيه بمدينه طنجه، وكان الحرص وتمام الحرص على ان تكون المسارات اللي هي مغلقه، ومن اجل انه يكون هذا المشروع مندمج.